لا صلح لاعتراف، لا تفاوض، لا صلح لاعتراف، لا تفاوض، لا صلح لاعتراف. الشعب يريد تشريع وتطبيع. القانون هذا هو إسناد أولا للمقاومة الوطنية الفلسطينية وشعب فلسطين، هو الوقوف ضد الكيان الصهيوني، هو عدم الاعتراف به، هو معناها موقف أصيل متأصل عن شعب تونس أولا، وثانيا هو معناها قيام دولة عربية تقول وأنها لا تعترف بهذا الكيان ولا وهي تجرم المتعاملين مع هذا الكيان باعتباره كيان عنصري، باعتباره كيان معناها استعماري، باعتبار أنه كيان مجرم. هذا هو في امتلاء معناها أهمية القانون. مقاومة مقاومة نصحوا لا مساومة، مقاومة مقاومة نصحوا لا مساومة. احنا اليوم جينا من أجل تمرير قانون تجريم التطبيع. كما نعرفوا تقدم مشروع القانون وتم تأجيله، وتوا معناتها وبعديك تحط الدات اللي هو اليوم نورمالمون باش معناتها يتمر القانون ويتم التصويت عليه، لكن للأسف فما ما نحبش نقول نواب على خاطرهم معناتها في مزبلة التاريخ، ما هما تويك على خاطر حبوا يصحوا عريضة من أجل أنهم معناتها يزيدوا أجلوا في القانون. شركاء في العدوان صاينة وأمريكان، شركاء في العدوان صاينة وأمريكان، شعب تونس شاب هر وتقطيع لن يمر، فلسطين فلسطين لا تهجير ولا you